اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد من مطبخنا وتحدي المطبخ الجميل، فقره المطبخ الحلوه اللي بنتعرف فيها على ضيوفنا الجمال عن قرب، الفقره اللي بتطلع المواهب الحلوه. النهارده يوم جديد في تحدي المطبخ مع ضيفتين عاملين اكلات جميله واكلات حلوه قوي، هنتعرف مع بعض عن قرب عن الوصفات الجديده اللي انا بشكل مبسط جدا منبهر من الاداء والوصفات الجديده الحلوه. المطبخ منور بضيفتين جامدين جدا، تعالوا نشوف التحضيرات الجامده. جميل وجديد ومميز مع ضيفتين جامدين جدا في المطبخ، ولما اقول لكم جامدين جدا في المطبخ ده معناه ان هم عاملين وصفات حلوه. خلوني ارحب بيهم. ضيفتنا لينا، ازيك لينا؟ يا جماعه ماستر لينا عطيه، ماستر في الـ في الـ في الـ في, مد... في تدريب اللياقه البدنيه، وعايز اقول لكم ان هي عامله وصفه حلوه قوي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مستعده؟ جدا. يلا وخلوني كمان اسلم على مريهان. مريهان نبيل يعني شيف وشاطره جدا وبتعمل وصفات مصريه ووصفات وابتكارات، عامله النهارده وصفه حلوه قوي. ازيك يا مريهان؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ مبسوطه اني معاك. عامله لنا ايه النهارده؟ جلاش باللحمه بس بطريقه مختلفه. انا شايف شغل وشايف تحضيرات قوي الحقيقه، لما دخلت سلمت عليهم وقت التحضيرات لقيتها عامله حاجه عظمه. طب وانت يا لينا؟ عامله بطاطس محشيه. بطاطس محشيه بس هي وصفه صحيه شويه، انا عاملاها بديل صحي. والله بصوا انا شفت حاجات وشفت تفاصيل جميله، يعني في الوصفه الصحيه دي لقيت شويه لحمه معصجه وبطاطس بتتشوي في الفرن، وكان في موضوع يجري الريق. وهنا انا بقيت عماله اتسلى، الطبق ده لقيت فيه بلو بيري وفي جلاش وتفاصيل، بصراحه اول مره اشوفها في الطبق ده او في الطبق ده. يلا بينا نبدا. يلا يا لينا تقولي مقاديرك. يلا بينا. يلا بينا نبدا بلينا، اتفضلي. احنا عندنا بطاطس كويس، هنقشرها وبنقطعها نصين. تمام. وزي كده بنقورها حاجه خفيفه. ماشي. وزيت زيتون وملح ولحمه مفرومه. لحمه مفرومه، زعتر وطماطم ودقيق شوفان ولبن خالي الدسم وفلفل الوان. حلو. وصلصه طماطم وطماطم صح، وبابريكا بالظبط، ودي شوفان ولبن خالي الدسم بالظبط، هو ده اللي عليك. وزبده. ماشي. زبده طبيعي. طب يلا انا عايزك بقى تبداي على ما ندخل على مريهان ونشوف المقادير بتاعت مريهان. أوكي. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا. جاهزة. يلا قولي المقادير. معانا جلاش، شرايح لحمه زي شاورما كده نقطعها، لو عندنا بوفتيك تمام نقطعه شرايح نجيبها شاورما، بصل جوليان، بقدونس، معلقتين دقيق، صويا صوص، مشروم، ثوم، جزر، مكعبات زبده وزيت وبهارات لحمه، ولو روز ميري زعتر عندك برده بيدوا طعم جميل جدا، ولبنه. انا يعني انا الحقيقه مبسوط قوي من المقادير الجميله بتاعتك دي، وبرده نفس الموضوع لينا، عايزكم بقى تبداوا. يلا دلوقتي هنبدا الوصفات وتبداوا الوصفات الحلوه بتاعتكم في جوانتي. وعايز اقول لكم ان احنا لايف يا جماعه على الفيسبوك، وادخلوا وابداوا شجعوا المتسابقات بتوعنا وقولوا لنا رايكم في الوصفات الحلوه. يعني بصوا يمين ولا شمال بالنسبه لنا مريهان ولا لينا، انتوا اختاروا الوصفات اللي انتوا حبيتوها، وبصراحه يعني هنشوف الشكل في الاخر والدنيا تدخلوا، واصدقاء مريهان تدخل واصدقاء لينا يدخلوا، وعايز تشجيع قوي جدا على صفحتنا. يلا بينا. يلا نبدا. ابتدي هحط زبده. ماشي. اوكي. عندي جوانتي كمان لو عايزه. اوكي. هحط مكعبين زبده. وهنا بقى عايزه اقول لك يا لينا دي عايزه تولعي النار هنا. يلا بينا. انت ايه بقى جبتي البطاطس وقشرتيها وعملتي المركب ده كده زي ازاي عملتي المركب ده ازاي؟ بمعلقه كده. وبعدين يعني عشان بس تعمل جاب كده عشان نعرف نحط فيها الحشو. حلو. انا عايزه بس هنعمل دلوقتي إيه؟ اللحمه المفرومه. ماشي. حلو. ماشي. يلا بينا ابدأي. ابدا هحط اللحمه فوق الزبده واشوحها
كويس. حطيتي قد ايه زبده؟ مكعبين وشويه زيت طبعا علشان الزبده ما تتحرقش بتاعتنا. ماشي اوكي. وهبتدي بقى اشوحها لحد ما تاخد لون حلو كده. كويس ماشي. يعني انت كده ابتديتي تعملي وصفه زي الستير فراي، بصل وفلفل ولحمه وجزر. جميل. وبتستخدمي ايه التوابل اللي بتستخدميها مريم؟ حط حاجات بسيطه، ملح وفلفل وبهارات لحمه. يلا بينا. يعني عند اي ست بيت ما فيش فيها اي مشكله خالص. وايه اكتر الوصفات الحلوه اللي انت بتحبي تعمليها بغض النظر عن الوصفه دي؟ ايه اكتر الاطباق الحلوه اللي انت بتعمليها المصريه؟ المصريه لا، بنعمل بقى طواجن عكاوي وانت شغاله بقى حمام كده. طاجن عكاوي وحمام. عاملين برضو وصفه جديده روستو فراخ. روستو فراخ حلوه جدا. ماشي. انا عايزكم تبعتوا لنا يا جماعه الوصفات برضو الحلوه اللي انتوا بصوا اللحمه، لون اللحمه جميل جدا، وعايزكم تبعتوا لنا وتبداوا تشاركونا الوصفه بتاعه مريهان واحده واحده كده. تبعتوا لنا انهي وصفه بالوصفتين عجبنكم، بس اكيد يعني ايه ده انت عملتي ايه؟ تعالوا نبص نشوف لينا بقى. انا دلوقتي هعمل اللحمه مفرومه اللي هو الحشو اللي هيبقى جوه البطاطس. فحطيت نقطه زيت زيتون وحطيت معاها بصل متقطع صغير وتوم مفروم. طب يا مريهان انا عايز اسالك سؤال، انا يعني افرضي ما استخدمتش زيت زيتون الوصفه تبوظ؟ لا عادي، ممكن نحط نقطه زبده صغيره نقطه برضو. زبده معانا زيت زيتون برضو. برضو لازم زيت زيتون يعني عشان الزبده ما تتحرقش. نقدر نستخدم اي زيوت تانية؟ يعني بعد كده بقى ممكن نقول بقى زيت كوكونات او ممكن نعمل زيت ذره، ده اخر حاجه يعني. حلو بس جدا. نستبعد الزيوت النباتيه على قد ما نقدر. يبقى انت كده بتشوحي البصل. طب والحله دي هتعملي فيها ايه؟ هعمل فيها الصوص الابيض اللي هو زي بشاميل كده. اوكي. علشان نحطه كده اون توب على تاخدي. ممكن. ماشي. استنى اجيب لك معلقه كمان. ماشي. معلقه وجلاش. ماشي. هيقولوا لنا دلوقتي حالا هم انت حطيتي الجلاش. حطيته فين؟ حطيته الجلاش فين؟ هيقولوا لنا. ماشي. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. ريحه اللحم. انت حطيتي توابل ولا لسه؟ لسه مستنيه. هي كده طبيعي. مستنيه نبدا. عايزه بس اهدي النار. اوكي ماشي. نبدا نهدي هنا النار شويه. يبقى انت يا لينا بقى اشرحي، انت قولي بتعملي ايه اول ما تلاقي الكاميرا كده. بصي اللحمه المفرومه ابتدت تتشوح مع بصلايا. حطي ايه تاني؟ بصلايا وتوم. حطيت توم مفروم. حطيتي فص توم. وبعدين وهنسيبها بس الاول كده تاخد لون خفيف وبعد كده نبدا نحط التوابل. بتعملي لهم اكل صحي في البيت؟ لما ببقى انا عامله دايت. وبيعجبهم لما بتبقي عامله دايت؟ ما انا لازم اتفنن فيه عشان ده اجبار. بالعافيه. ايوه لازم. وايه اكتر الوصفات المصريه اللي حولتيها لوصفه صحيه؟ يعني اكله تقيله انت حولتيها لوصفه صحيه. ده سؤال حلو قوي. المحشي. عملتيه ازاي ده؟ رز بني ولا ايه؟ لا الرز عادي خالص، بس حطيت لحمه مفرومه معاه قليله الدسم. كويس. علشان الدهون، علشان نزود شويه الحشوه بدل ما تبقى كلها رز. ايوه. تبقى فيه لحمه فتبقى فيها بروتين، وفي نفس الوقت بزود قوي الخضار. ده هايل. وبيبقى طعمه هو هو، بس مش بحط بقى سمنه وكده يعني. كام صباع في الاخر بتاكليه؟ والله لو كلت الحله كلها هي ما بتبقاش زي ما بتاكل المحشي العادي. ف يا جماعه جربوا موضوع المحشي الصحي ده جداً. وشوفوا بقى الموضوع ده هيعجبكم ولا لا. نيجي هنا ماشي. اشوف اهو هنا. شوف لحظه واحده نجيبهم. نسأل عمر. مش انت ايه محتاجه ايه؟ ابتدي بقى اكمل. يلا بينا. يلا. انت حطيتي اللحمه. احنا حطينا اللحمه وابتدت تتشوح شويه. ابتدت تتشوح اهي في زبده وتدخل على السوا او زبده وشويه زيت علشان ما تت ماشي. وهحط بصل جوليان بقى شويه كده. وبعد البصل بتستني عليه يدبل. انا شايف هنا زعتر. وشايف هنا توت. هنقعد هتشم الريحه دلوقتي بقى. بص انت فكره التوت دي جت منين؟ يعني بتدي طعم حلو. الحلوه بتاعت التوت دي يعني جبتيها منين؟ واحنا لازم بقى نجدد نعمل حاجات جديده يعني. والله بصوا انا شامم روائح حلوه. سواء مع لينا شامم روائح حلوه، سواء مع مريهان كمان شامم روائح جميله. وشايف فيه يلا بينا. هحط معلقه ثوم عليه. ماشي. وهنزل بقى بالمشروم. حلو. تمام. عشان تبقى ايه بقى وجبه يعني ايه متكامله. حلو. الله فيها كذا نوع بروتين وخضار.
عشان بقى ريحه تطلع اكتر وتحسها كمان ريحتها قويه وحلوه قوي هنحط شويه صويا صوص. ده بيعملوا صوص حلو قوي يعني بيخلي اللون جميل اللون وهتلاقي ريحه حلوه قوي قوي. شويه ماشي. روز ميري كويس او زعتر اللي متواجد عندك يعني. وهحط معلقه صغيره مرقة لحمه بودر. ماشي دي بتطعم شويه الوصفه اللحمه بتاعتي. وهحط برده ملح وفلفل. وملح وفلفل. استنى اجيب لك الملح والفلفل. الملح والفلفل أيوة. مع لينا. ماشي يا لينا. ايوه اتفضلي. شويه ملح وشويه فلفل. تسلم ايدك. وبهارات بهارات لحمه. لحمه بتدي طعم حلو قوي. وممكن اخد بقى شويه من البلو بيري كده هيدي طعم مع اللحمه حلو جدا. دلوقتي بقى احنا يا جماعه هنفتح يا سلام اللايف بتاع صفحه الستات ما يعرفوش يكذبوا ونشوف الاسئله والحاجات الحلوه والمشاركات الجميله بتاعتكم واحده واحده. اهو ادي الستات ما يعرفوش يكذبوا وندخل كده. التعليقات كتير جدا يا جماعه بيقولوا خالص تحياتنا. نسيمه من الجزائر بتسلم عليكم وبتقول لكم بالتوفيق وتسلم ايديكم. ميرسي خالص. كمان شكرا. يا ريت تسلم لي على الهدوء النفسي منى عبد الغني. طبعا هنوصل السلام للدكتوره منى عبد الغني. الكلام الجميل حسن ابو ادم. ومعانا سراج محمد بيقول عامل ايه يا شيف محمود وعاملين اكلات جميله. تسلم تسلم. وهنا اهو استنى نشيل الجوانتي. وخديجه من لبنان بتقول وصفه مريحان جميله. ميرسي خالص. ميرسي يا خديجه. ميرسي يا خديجه بتشكرك طبعا. وهنا وصفه لينا. وصف اهو جميله. جوهر الجنوب بتقول واو مريحان اكلها لذيذ والوصفات حلوه. السلام. ايوه شجعوا كده. أيوة يا جماعه. شويه تشجيع يا جماعه. شويه تشجيع. مريحان المشروم مع اللحمه. مها بتقول المشروم مع اللحمه هايلين. ولينا كمان البطاطس. نجلاء عطيه بتقول لينا الوصفه بتاعتها كمان مميزه. ونريمان بتقول لينا قمر ومبدعه. يعني اهو في شغل جامد. السلام. والموضوع ابتدى. الصبر الصبر. بصوا يا جماعه اللي عايز يشاركنا في تحدي المطبخ ان شاء الله الاسبوع الجاي في كل يوم اربع على قناتنا سي بي سي وفي مطبخ ستات ما يعرفوش يكذبوا. تحدي المطبخ ابعتوا لنا ارقام تليفوناتكم وهنستقبلها كلها. واهم حاجه صوره شخصيه والوصفات الحلوه اللي انتوا بتعملوها واحلى الوصفات اللي انتوا بتعملوها عشان تشاركونا وتيجوا تعملوا وصفات حلوه زي لينا وزي مريهان. دلوقتي من الريحة بقى. انا شامم الريحه. صويا صوص. يعني موضوع كبير قوي. انت محتاجه بقى ايه؟ انت هتعملي ايه دلوقتي؟ انا عايزه تعملي الوصفه بتاعتك. انا قطعت الجلاش. عايزه اوريه لهم ان احنا قطعناه كده يعني قسمناها على اربعه عشان احنا هنستخدمها مش بالطريقه التقليديه. يعني مش هنعمل صينيه جلاش. اوكي. هي اسمها كده بس احنا عاملين حاجه مختلفه. انا هحتاج صينيه. ايوه تمام. اوكي اوكي. هجيب لك الصينيه. طيب يبقى الوصفه الاولى هي بتاعت لينا قورت البطاطس صح؟ اه حقيقي. وعصجت اللحمه وحطت عليها شويه صلصه وزيت زيتون وحركات. الله ايه رايك؟ وبعدين وما تحسش انها صحيه لان دايما بيقول لك الاكل السهل. هدوق يعني انا في الاخر هبدا ادوق واشوف الموضوع ماشي ازاي بعد ما ندوق الوصفه الحلوه بتاعت مريان. وبعدين هتعملي ايه؟ هنحط بقى احنا دلوقتي خلاص خلصنا. انا حطيت فلفل الوان ومشروم. اقفل انا هنا. قفلي برضه. حطيت احط فلفل الوان ومشروم. وايه كمان؟ توميتوز. طماطم. وطماطم شيري. طماطم صغيره. والبطاطس هنا بقى. انت المرحله دي انت بعد ما قورتي البطاطس هنا حطيتي عليها رشه من زيت الزيتون. زيت زيتون بملح وفلفل. وبعدين دخلتيها الفرن. دخلتها الفرن علشان بس ايه يعني تمسك نفسها كده تاخد لون. نص تسويه. لون خفيف. نص تسويه. طيب وبعدين هتبداي تحشيها. بنحشيها بقى. يلا احنا عايزين يلا عشان وقتنا. يلا بينا وتلحقي تعملي الوصفه الحلوه ونقدمها. عايزين السمنه. هو كان بيسيحها في البيت. اهي عايزين سمنه. ايوه ماشي. اقول اخر حاجه قبل ما ارميها في الصينيه قبل ما احطها. حطي اي حاجه خضراء حلوه كده. حطيت رشه بقدونس بتدي مع اللحمه طعم وشكل جميل. بصراحه يا مريهان تسلم ايدك. الروائح الحلوه طالعه. وانت كمان يا لينا الوصفه الصحيه دي. انا متشوق اخد حته بطاطس وادوق كده واقوم قاطع حته كده وادوق الوصفه الجميله دي. شيف محمود هقول حاجه اخيره بس كنا هننساها. بتدي طعم وبتفرق في اللون والشكل. احنا حطينا كوبايه كريمه لباني. كوبايه
من الكريمه اللباني على اللحمه بالجزر بالبقدونس بالحركات الحلوه. اه وانت حطيتي مشروم برضو. حطيت مشروم وبصل جوليان ولحمه متقطعه برضو. يعني بصوا بقى مع الكريمه اللباني يعني تاخد غلوه كده. بصراحه الحاجات جميله. وبعد ما تاخد غلوه بتعملي ايه؟ عشان احنا معانا وقت. انت محتاجه عايزني احطها في الصينيه؟ تمام. احنا بنسيبها بس تتقل سنه وبعدين هنحطها في الصينيه. يلا بينا. تمام. بعد الخطوه بقى دي هي يعني اللي فيها التركية المهمه وبتخلي شكلها حلو. يلا انا معاكي والكاميرا معاكي كمان. الجلاش كده هنفتحه. دي جديده عليا قوي دي بقى. وهنبتدي نعمل كده الجلاشين كرمشها شويه زي الورده. ونحطها وبعدين يعني اهو هنعمل ده. انت لو بتعملي صينيه حلو مش هتبقى كده. هنعملها بقى الصينيه كلها كده. ايوه شكلها جميل اساسا وحلوه قوي في السفره لو عندنا عزومه، غير انها جديده والولاد هيحبوها لما عندهم اولاد برده ما بياكلوش اللحمه. كويس هتتقدم لهم بشكل حلو. شكلها جميل جدا وشكلها يفتح النفس. وهنا بقى الموضوع يا جماعه المفاجاه بقى. بصوا ده شكل الاطباق بتاعه لينا وشكل الاطباق الطبق الجميل بتاع مريهان. أطلعك. ده بيقعد في الفرن قد ايه؟ لا ما بتكملش، احنا يا دوبك اول ما ما تلون وادوق الحركات الحلوه. اقطع حالك عشان تدوق يا شيف. حالا اهو واحدة كده. ثواني اقطعها لحضرتك. ماشي. الموضوع بالنسبة لي هنا لينا عملت بشاميل بدقيق شوفان. هاخد منه حتة. ممكن تبقى البشاميل براحتكم خالص. بسم الله. طعم حلو قوي وخفيف. بجد. وطعم اللحمة المفرومة تحس انه لايت جدا، وموضوع البشاميل بالشوفان ده خفيف وجميل. تعالي بقى هاتي الطبق بتاعك. حاضر دقيقتين وهيبقى الطبق حالا عندك بس اظبطه. تعالي بس كفايه زي الفل كده. 100 100 يبقى الطبقين معايا هنا جمال. ناخد حته صغننه من طبق. انا عارفه ان انت بتحب مريهان البلوبيري، انا اظبطه لك. بجد بجد تسلم ايديكوا انتوا الاثنين. انتوا الاثنين شطار، قدمتوا اطباق حلوه. الفكره ان احنا بنستضيف ضيوفنا الجمال في المطبخ عشان يظهروا مهاراتهم المطبخية. تحدي جميل وبسيط بوصفات جديدة. بشكركم ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في تحدي جديد في مطبخنا، مطبخ الستات ما يعرفوش يكدبوا. شكراً.